يعني هي مسألة أنه مثلا جبناها على مسألة الاستثمار اللي هي تتعلق بالجامعات الأخرى، يعني أعطيت بمبالغ، إحنا لو نناقش مسألة هسه أنت أعطيتها استثمار، لكن ناقشني خلي أعرف الرأي العام المبالغ الأجر أو العائد من هذه مقابل كم متر؟ 25,000 دينار للدونم بالسنة الواحدة إيجار، يعني أخذت هذا الجامعة الأمريكية، هذا الفساد بعينه. يعني أنت دا تشوف الـ إحنا يعني دكتور يحكي ولمئة عام يعني أنا أعطيك دونم بخمسة وعشرين ألف دينار، ألف دينار لمئة دونم عام، دونم المتر، لا دونم دونم دكتور بس أنا ما أفتهم. لا العفو ليش الموضوع مضحك، لا الموضوع مضحك، دونم المتر، لا الدونم، الدونم الواحد اللي هو 2500 متر، نعم بخمسة وعشرين ألف دينار سنويا، نعم ولمدة مئة عام.